صباح الخير، معكم إيهاب الجنيدي في لايف عبر المصري اليوم. نعرف من خلاله أخبار النادي الأهلي النهاردة الخميس، إيه اللي حصل وإيه تفاصيل حادث اللي تعرضت ليه طائرة النادي الأهلي امبارح في غانا. احنا عارفين طبعا إن النادي الأهلي بيستعد لمواجهة فريق مدياما الغاني يوم الجمعة، المفروض بكرة كانت المباراة الساعة 6 بتوقيت القاهرة. لسه طبعا مش عارفين ايه اللي هيحصل، مصير المباراة ايه، هتتأجل هتتلعب، ده هيتعرف تقريبا واحنا بنتكلم معاكم، ممكن يطلع قرار خلال الساعات الجاية، لازم طبعا قرار سريع. نبدأ من الأول ونقول اللي حصل. اللي حصل بدأت الأزمة تقريبا، أنا بسميها رحلة المشاكل ورحلة الأزمات، من دل بدأت من هنا من مصر. الطيارة كان في عطل خفيف قبل ما تطلع كده، وده أدى لتأجيل أو تأخير السفر لمدة ساعتين. تمام، الرحلة طلعت امبارح، وصلوا غانا في العاصمة طبعا مدينة أكرا، وصلوا متأخر بالليل. الطيارة نزلت في أكرا عشان تتزود بالوقود، لأن في مسافة طبعا تانية من أكرا لمدينة كوماسي اللي فيها نادي مدياما واللي هتقام فيها المباراة. بعد نزول هبوط الطائرة في مطار أكرا الدولي، ونزلت عشان تتزود بالوقود وكده، عارفين طبعا تم كل حاجة، خلاص الطيارة حصل تشيك وتم تزويدها بالوقود وكل شيء. في حاجة يعني طبعا كل اللي سافر عارف القصة دي، في حاجة اسمها معدة زي نقدر نقول جرار، اللي هي اللي بتتربط في الطيارة وتسحب الطيارة توديها لغاية المدرج، مدرج الإقلاع اللي بتقف تحط الطيارة على المدرج، بعد كده طبعا الطيارة بتطلع وتنطلق. عفوا، أثناء ما الجرار دوت راح ياخد الطيارة خبط فيها، وحصلت ضرر بالغ طبعا للطياره اللي هي طياره مصر للطيران، الطياره الخاصه اللي طالع بها النادي الاهلي، وما كانش ينفع الطياره تطير يومها الا بعد الاصلاح، والاصلاح هيستغرق طبعا عده ساعات، فاضطرت بعثه النادي الاهلي للمبيت في مدينه اكرا. وحقيقه تم بذل مجهودات كبيره جدا من جانب السفاره المصريه في غانا ومسؤول النادي الاهلي، وتم توفير اماكن للبعثه، بعثه كبيره طبعا، مش سهل انك تروح فجاه على مطار، لا انا عايز 20 غرفه او 20 حاجه عشان اجمع فيهم اللعيبه والبعثه بالكامل، ولكن تم انهاء الامر سريعا حرصا على راحه اللاعبين واهميه المباراه اللي بتنتظرهم، وتم تسكين البعثه امبارح وباتوا في المطار ده. لغايه هنا دي المشكله ودي حادثه الطياره. على الجانب الاخر في القاهره هنا كان في اتصالات مكثفه جدا ومستمره من جانب مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، ومن جانب كمان الناحيه الثانيه في السفاره المصريه في غانا مع مسؤولي وكابتن خالد بيبو هناك طبعا في غانا، مع مسؤولي الاتحاد الافريقي لكره القدم، مسؤولي الكاف، عشان بحث تاجيل المباراه نتيجه للظروف دي، لان المسافه عايز اقول لحضراتكم المسافه بين غانا بين اكرا وكوماسي 7 ساعات، مسافه كبيره جدا، 7 ساعات دوت لو هتنتقل من 7 ل 8 ساعات لو هتروح بالباص او بري يعني المسافه. فكان طبعا هو الحل طبعا انك تروح بطياره. امبارح بعثه النادي الاهلي حاولت تشوف طيران داخلي دوت مش متاح في غانا وفي معظم دول افريقيا، احنا سافرنا كتير وعارفين الموضوع ده مش سهل انك تنتقل، موضوع انك تاخد طياره كده سريعا وتنتقل من مكان لمكان طيران داخلي ده مش موضوع سهل، مثلا زي مصر وزي كتير من الدول شمال افريقيا واوروبا اللي موجود الموضوع يبقى سهل، لا في غانا الموضوع صعب، وفي معظم دول الافريقيه تحت ممكن يومين وثلاثة ما يبقى فيه طيارة بتنتقل من مدينة لمدينة. حاليا النادي الأهلي بيعمل اتصالات مكثفة جدا مع مسؤول الاتحاد الأفريقي، ده من امبارح لغاية دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم، القرار ممكن يطلع في غضون ساعة اتنين، يطلع واحنا بنتكلم دلوقتي هيبقى فيه قرار نهائي بشأن المباراة، لأن النادي الأهلي طلب امبارح بصورة رسمية تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لأن طبعا نتيجة للظروف دي النادي الأهلي مفيش، لو هو سافر النهاردة حتى الآن البعثة لسه ما سافرتش وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي، لو هو سافر النهارده هيتدرب امتى؟ هو امبارح طبعا الاربع ظروف السفر الفرقه ما اتدربتش، النهارده طبعا خلاص كده تقريبا هيكون التدريب صعب جدا النهارده، فهيجي يلعب بكره ازاي؟ فالنادي الاهلي منتظر حاليا قرار الاتحاد الافريقي، تم التحدث من قبل مسؤول الاهلي مع السيد احمد سالم رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد الافريقي لكره القدم، وفي انتظار قراره. والحقيقه ان الموضوع تاجيل المباريات 24 ساعه دي حصلت كتير جدا في افريقيا نتيجه، وتقريبا معظم الحالات كانت لظروف الطيران، لحالات مشابهه ما فيش طيران، احتجاز طائره زي ما حصل في ماتش انيامبا النيجيري والوداد في بطوله الدوري الافريقي، وزي ما حصل في
مباراة بطل سيراليون مع شباب بلوزداد في الجزائر، كتير كتير حوادث كتير حصلت. فأعتقد إن الاتحاد الأفريقي بإذن الله هيوافق على تأجيل المباراة للأهلي، لأن في حالة عدم الموافقة ده الحقيقة هيحطنا يعني في ضغط ولود كبير جدا إن اللعيبة تروح تخوض المباراة، مباراة هامة ومصيرية في مشوار النادي الأهلي في البطولة الأفريقية بدون أي تدريب قبل المباراة. هيكون الحقيقة المباراة الموضوع صعب جدا، بجانب الإرهاق الكبير اللي هيكون بنعاني منه اللاعبين بعد رحلة الطيران الشاقة طبعا لغاية مدينة أكرا وبعد كده لكوماسي اللي هيتعمل النهاردة. دي تقريبا تفاصيل كل اللي حصل في موضوع النادي الأهلي والحادث اللي تعرضت له الطائرة امبارح، ولكن الموضوع ده الحقيقة يحطنا برضو قدام تحدي جديد لازم النادي الأهلي يبص له، وموضوع جديد مهم إن احنا لازم يبقى عاملين حساب الكلام ده، يبقى مش لازم نطلع زي ما بنقول كده على الحروجروج. يعني ايه اللي اخرني لغايه الوقت ده؟ يعني هو كانت رؤيه طبعا فنيه لمستر كولر، الاجواء في غانا وتعب اللاعبين والعوده لسه من الجزائر من مباراه بلوزداد، اسافر على طول على غانا، كان هو اجل المباراه بجانب طبعا الحاله العامه للنادي الاهلي بوجود عدد كبير جدا من الاصابات. فكان عنده مجموعه من اللاعبين زي اسامه ابو علي، زي احمد نبيل كوكا، كان في مجموعه عايز يطمن عليهم وهل هيقدروا يسافروا معاه ولا لا، بجانب بعض اللاعبين اللي كان عندهم بعض الامور في سفرهم زي كهربا وزي مودست. وفي النهايه سافر مودست وظل كهربا في القاهره، لكن ده درس طبعا للنادي الاهلي ان احنا لازم بعد كده نحط في اعتبارنا وفي حساباتنا ان احنا نسافر بدري قبل المباراه. طبعا قبل ما اسيب حضراتكم نتعرف كده سريعا على اخر اخبار النادي الاهلي برضه جوه هنا، على خصوص على صعيد اللاعبين المصابين. محمد الشناوي بيخوض مرحلة أخيرة وجديدة من التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي دكتور أحمد جبلة، وخلاص تم فيه استقرار داخل النادي الأهلي على سفر اللاعب لمكان بره مصر لإجراء الجزء القادم من التأهيل. غالبا هيبقى في سبيطار في قطر عشان يكتمل التأهيل بتاعه للتخلص من آثار الإصابة في الكتف والعملية اللي خاض عليها. النقطة الثانية ديانج، اليو ديانج نجم النادي الأهلي اللي طبعا الجماهير قلقانة عليه وبتسأل إيه اللي حصل من ساعة بطولة أفريقيا، خاصة إنهم شافوه بمظهر رائع مع منتخب مالي في البطولة الأفريقية في كوديفوار. الحقيقة ديانج في إجراء جديد إحنا بنقوله لحضراتكم هنا من خلال مصر يوم هيتمله في اليومين الجايين دول، خلاص هيخضع لجراحة منظار استكشافي على الركبة، منظار في الركبة بعد خلاص الجراحة العامة اللي كان هيخضع لها، لا هو هيخضع حاليا وفقا للجهاز الطبي للنادي الاهلي لجراحه منظار استكشافي عشان يشوفوا ايه في الركبه اسفل الركبه من تحت، ايه اللي بيخلي اللاعب يشعر بالام مستمره. يعني زي ما عرف حضراتكم هي موضوع ديانج ان هو كل حتى كل ما يلعب كل التدريبات بقى فيه زي نغزه كده، زي ما نقول نغزه في الركبه من تحت وبقت الم بتعمل له شكه كده زي الم. الحقيقه اشتكى منها وهو موجود في كوديفوار مع منتخب بلاده وكان بيخوض المباريات مع منتخب مالي وهو شعر بالالم ده. لما رجع طبعا النادي الاهلي وحكى للجهاز الطبي اللي فيه تم خضوعه للفحوصات الطبيه الشامله، واللي معاها قرر الجهاز الطبي ان اللاعب لا ما ينفعش يلعب تاني لغايه ما نضع حد لالامه وحد للاصابه دي حتى لا تتفاقم. بكده اكون خلصت كلامي مع حضراتكم، نتمنى ان شاء الله في الساعات الجايه سريعا تنتهي مشكلة النادي الأهلي في غانا، يتم حل الموضوع سريعا لأن مفيش وقت زي ما بنقول بكرة المباراة، لازم يطلع قرار من الاتحاد الأفريقي بتأجيل المباراة 24 ساعة عشان النادي الأهلي حتى يتدرب تمرينة واحدة زي ما بنقول قبل المباراة. كل التوفيق للنادي الأهلي وكل الشكر لحضراتكم.